الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمد العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحمده آمنت بالله.